Okay, let's begin with the first objective. نعم، دعونا نبدأ إذن بالهدف الأول وهو to do exercise 2, student move page 35. نعم، إذن التمرين الثاني، حل التمرين الثاني من كتاب الطالب الصفحة 35. Yes. طبعاً التمرين الثاني قبل البدء بحله لدينا الآن طبعاً مراجعة أو نعمل مراجعة سريعة للدرس. طبعاً هنا تكلمنا what is about city، ما هي أو about cities حول المدن، ضجة، مرور إلى آخره. بعد ذلك تكلمنا عن why cities developed، لماذا تطورت المدن. أوكي. بعد ذلك where cities built، أين بنيت المدن. Arab world، العالم العربي. The design of cities، تصميم المدن. وأيضا how cities organized، كيف تنظم المدن. Now let's begin with exercise 2. نبدأ بإذن بالتمرين الثاني. Read the article، اقرأ المقالة. طبعا نحن قرأنا المقالة سابقا. And complete this summary، وأكمل هذا الملخص. Using the words in the box، مستخدم الكلمات في الصندوق، هذه الكلمات. نعم، then listen and check، ومن ثم استمع وافحص أو تأكد. كلمات هي developing، تطور أو متطور. Oldest، الأقدم. Plains، السهول. Rivers، الأنهار. Rules، قوانين أو أنظمة. نعم. Safe، آمن. Specialize، يتخصص. Streets، شوارع. Walls، أسوار. Okay, now begin with this text. إذا نقرأ أو نبدأ بحل هذا النص. Yes. الفراغ الأول. Yes. Cities started. Yes. المدن بدأت في التطور. نقول مثلا when some farming people. Yes. عندما بعض الناس المزارعون found time to، وجدوا الوقت لي. Yes. Number one، الجملة الأولى. نعم، الفراغ الأول. Yes، لونا. City started developing when some farming people found time to. Excellent، أحسنتي. تمام، إذن الفراغ الأول developing. إذن cities started developing، المدن بدأت بتطور. أوكي. Developing هنا بمعنى التطور، اسم. أوكي. المدن بدأت بتطور when some farming people، عندما بعض الناس. أوكي. Found time to، وجدوا الوقت لي. وجد الوقت لماذا أو لأي هدف؟ خديجة عبد القادر. يس خديجة. Specialize. أوكي. Specialize. نعم. يتخصص. نعم أحسنتي، يتخصص. وأحسنتي، برافو. إذا to specialize، إذا found time to specialize، وجد الوقت ليتخصصوا. To specialize. Yes. نعم نكمل. They grew up in، هم كبروا في أو ترعرعوا في suitable، okay، space، فراغ، suitable places، أماكن آمنة. يعني هذه المدن ترعرعت في أماكن أو كبرت عفوا، نعم، في أماكن آمنة، okay، وهادئة. نعم، فاطمة عبد الفتاح. يس تفضل. سافي. Safe. يس أحسنتي، برافو. لكن لفظها safe، برافو، أحسنتي. إذن safe suitable places. إذن يعني كبرت هذه المدن في أماكن مناسبة وآمنة. such as by، okay، مثل by، ما نقول مثلا بالأنهار or the sea، أو البحر. yes yes number four، الفراغ الرابع. yes وعد محمود تفضل. yes وعد. as the rivers. أحسنت، rivers. yes rivers، by rivers، بالأنهار or the sea، أو البحر. yes or on hills، أو على التلال. and و على التلال و. yes and yes. مرام خالد. blinds Arab word has some of the. أحسنتي، نعم صحيح. طبعا هنا برافو. إذا الحل هو الفراغ الخامس، blinds، السهول. إذا أو على التلال أو السهول. The Arab world has some of the. الجملة الجديدة، العالم العربي لديه بعض المدن. فراغ space cities، المدن.
ما صفة المدن؟ نعم نقول مثلا الأقدم. نعم اس فاطمة مصطفى. هون الفراغ oldest. نعم oldest. oldest تمام يا فاطمة. إذن oldest cities المدن الأقدم. oldest cities نعم المدن الأقدم in the world في العالم. جيريشو. جيريشو ذكرنا مدينة أريحا. was first built بنيت 11,000 years ago. بنيت منذ مثلا 11,000 سنة ماضية. early cities المدن الأولى had احتوت على and gates وبوابات. يعني نقول أسوار وبوابات. نعم يس نعم يس سيرين. منحط walls. أحسنتي walls and gates. نعم إذن أسوار وبوابات to protect them لتحميهم. and all cities have وكل المدن تحتوي على okay فراغ to allow for movement تحتوي على طبعا شوارع to allow لتسمح for movement في الحركة. نعم يس ساجدة. منحط streets. streets أحسنتي برافو. the streets streets شوارع تحتوي على streets الشوارع أو شوارع to allow for movement نعم تسمح بالحركة. there have to be يجب أن يكون إيش نعم ما بتغيره الأنظمة يعني يجب أن تتوافر الأنظمة أو نعم القواعد. يس بثينة. rules. rules أحسنتي rules rules نعم there have to be rules يعني يجب أن يكون هناك قواعد أو أنظمة in cities في المدن or there would be no order أو لن يكون هناك order ترتيب أو نعم لن يكون هناك ترتيبا أو تنظيما يعني ستصبح الحالة على العكس في حالة فوضى. نعم now this is of exercise 2 انتهينا من حل التمرين الثاني الآن ننتقل إلى اختبار حول هذا التمرين. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. yes ماذا نختار. cities started developing when some farming people found time to blend or specialize. قمر جودة تفضل. يس قمر blend يعني السهول. نعم specialize 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 يعني التخصص. اوكي اكسلنت اكسلنت. اذا specialize specialize طبعا هي جاي من كلمه special خاص تمام speciality اوكي okay. special specialize هو الفعل يتخصص. نعم